انا عايز اقول لكم ان انا رفعت الفيديو ده لحد النهارده بتاع 5 مرات تقريبا، وده اكيد حاجه كلكم ملاحظينها. يعني حتى في الكومنتس في ناس كاتبالي انت كل شويه تمسح الفيديو وتنزله، تمسح الفيديو وتنزله. فانا بس عايز اقول لكم ان اليوتيوب عامل مضايقات مش مفهومه بالنسبه لي، عمال يضايقني، فهضطر ان انا اشيل الشوتات اللي انا بفيب فيها علشان هو بيقلل الفيوز وبيخليه ريستريكت جدا للناس، محدش يشوفه بسبب ان انا بفيب بس في الفيديو. فهضطر ان انا ارفعه تاني للمره الستة تقريبا علشان اعرف اوصله للناس، لان هو فيديو انا تعبت فيه بصراحه، فانا زعلان ان هو ما بيوصلش للناس. فانا عملت له ري اديت تاني ورفعته من الاول تاني، معلش استحملوني وشوفوه تاني للمره الستة. ويلا بينا نبدا الفيديو. ازيكم، عاملين ايه؟ واهلا بكم فيديو جديد في قناه فيب كورنر. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم ان شاء الله، يوم رمضاني جميل لذيذ بالليل كده. قلت اجرب فيه الكاليبرن جي والوينكس كي 1. اكتر بودين عجبوني في الساحه حاليا، حكوا افضل بودين بجداره في الفتره الحاليه. ده ليه مميزات وعيوب وده ليه مميزات وعيوب، بس احنا مش هنتكلم في مميزات وعيوب غير لما ننزل نشوف مع بعض العلب بيجي فيها ايه، الفيلات اللي بتيجي نوعها ايه، وفي نفس الوقت نشوف بيشتغلوا ازاي. هل في باور؟ هل في تحكم في الوات، في سواء في الكاليبرن جي او في الوينكس كي 1؟ تعالوا ننزل مع بعض ونشوف العلب بيجي فيها ايه والتحكم فيهم ازاي، ويلا بينا نطلع مع بعض. اهلا رمضان يا شهر الاحسان، شهر الغفران، رمضان رمضان رمضان. ادي العلب، علبة الوينكس كي 1 والكاليبرن جي. نبدا بالكاليبرن جي. بصوا بقى، بسم الله الرحمن الرحيم كده، سيمبلي جريت. فعلا علبه بسيطه وشيك جدا جدا جدا. هي اتبهدلت معايا شويه لكن العلبه شيك قوي قوي قوي. افتح العلبه مع بعض كده. كاليبرن جي العلبه، ايه اللي جواها؟ ضمان وحاجات ملهاش اي ثلاثه لازمه الحقيقه. يعني ايه؟ مانوال لطيف، كيفيه عمل الجهاز وطريقه تشغيله، بيقول لك حط الليكويد ازاي وبلا بلا بلا. وها هو الفخم الشيك قوي قوي قوي، الكاليبرن جي. شوفوا الشياكه، شوفوا الاناقه، وشوفوا في نفس الوقت البساطه الجميله جدا بقى. بسيط بس شيك قوي قوي قوي، واللون البرونزي ده او الذهبي شويه ده حلو قوي قوي. طريقه الملي الجميله فشخ، زقه كده بسيطه وتفتح وتملي من الجنب ده ويطلع الهواء من الجنب التاني. تقريبا احسن طريقة ملي انا شفتها في بود لحد النهاردة. بود بيجي عليه سيل من تحت كده، بتشيله، شلناه، وبيجي جواه الكويل البوينت 8 من 13 ل 18 واط. انا كنت بستخدم الكارتج دي، فهتلاقي جواها بعض من الماء كده. يعني بيتحط ازاي الكويل؟ بيتحط زاوية شوية كده، يبقى الجنب اللي فيه الاير فلو الخط ده كده. يعني نفتح الجهاز، 1 2 3 4 5. الجهاز فتح معانا اهو، الانديكيتور تحت نور. نحط الكويل ونفاير، شغال زي الفل. ايه تاني في العلبه؟ يا عم اطلع اطلع، انت مكسوف تطلع. كويل تاني، اعتقد ان هو بوينت 8 برضو، يعني بوينت 8 الجنب اهو باين. و كابل تايب سي، لان الجهاز ده بيتشحن بتايب سي. العلبه ما فيهاش اي حاجه تاني. بصوا بقى البساطه والجمال في نفس الوقت. 5 ضغطات تقفل الجهاز، 5 ضغطات تفتحه. مفيش 3 ضغطات ما بيقلبش في باور ولا بيعمل اي حاجه تاني، هو 5 ضغطات تقفل، 5 ضغطات تفتح. الاخضر تحت هنا كده ان هو طالما من 60 ل 100%، ينور اخضر. من 30 ل 60% ينور ازرق، ومن 0 ل 30 ينور احمر. بس كده، مفيش اي لعب تاني. طريقه الملي ازاي؟ كليك وتملي من الجنب يا معلم، وانت اسهل من كده مش هتلاقي بصراحه. منظره من جوه اهو، شوفوا بقى، شايفين التعريق البسيط ده؟ مكان ما كنت بغسل الكارتج وحطيتها. لكن انا عايز اقول لكم ان الجهاز ده زيرو ليكج، زيرو ليكج حرفيا، تحت مفيش ولا نقطه ليكويد. اول مره تملي الكويل طبعا، استنى عليه 5 دقائق كده، امليه وسيبه، او يا ريت برايم حتى الكويل نفسه، تحط عليه بعض من نقاط الليكويد وبعدين تسيبه يشرب الليكويد براحته. بس كده املي بقى يا معلم وسيبه 5 دقائق وانت جاهز للشرب. ويلا بينا نخش على الوينكس كي 1. برضو علبه بسيطه شيك، ما فيهاش لعب كتير. ميزات البود من جوه، نفتح العلبه مع بعض. جيك فيب متغطيه كده بورقه، جواها كروت الضمان والمانوال والحاجات اللي ملهاش اي لازمه. والوينكس نفسه قصادنا اهو يا جماعه، في تاني طلع معايا اهو. بقى هنا بقى الرقي والملمس البريميوم جدا بقى.
بص، برغم بساطة العملية وبساطة التصميم البسيط ده من انهي ناحية، ولكن البساطة هنا جميلة وبريميوم جدا جدا جدا. ما استقطبت تفتحه، بس هنا بقى انت شغال بثلاث مودات، 1 2 3 يقلب ابيض، 1 2 3 يقلب ازرق، 1 2 3 يقلب اخضر، وطول ما انت دايس بتفاير بيبين لك البطارية جواها قد ايه. طبعا الجهازين دول فيهم اوتو درو ان انت تسحب والسنسور يشتغل، ولكن هنا بقى يتميز الوينكس بجدارة بقى، لان الوينكس في الاوتو درو بتاعه افضل بمراحل من الكالبرن جي. في محتويات بقية العلبة، كويل تاني 1.2 بيشتغل من 10 ل 12 وات، والكويل او الكارتج اكشلي اللي جوه اللي انا بفضلها البوينت 8 اللي من 12 ل 16 واط، ودي بالنسبة لي كانت افضل بمراحل من ال 1.2. كليك ارى الكويل. ايه تاني؟ علبة اليو اس بي كيبل، وطبعا كابل عليه لوجو جيك فيب تايب سي، ولو ان انا مش بفضل الكابل ده لا مع الكابل كالبرن جي ولا مع الكابل جيك فيب، الكابلين يوزلس بصراحة، يفضل انك تستخدم كابل من اللي عندك افضل. كده العلبة ما فيهاش حاجة تاني. نشوف بقى الوينكس كي 1 ازاي بيتساق. 5 ضغطات تقفل الجهاز بس السنسور يفضل شغال. يعني بصوا السنسور شغال عادي، 5 ضغطات تاني تقفل الجهاز خالص، لا هو ولا السنسور شغالين، يقفل خالص. 5 ضغطات تفتحه تاني يبقى يشتغل بالزرار وبالاوتو درو. وهنا بقى الميزة الجميلة جدا انك تقدر تقفل الزرار وتستخدم الاوتو درو بس، وانا بفضل ده بصراحة لان الجهاز ده متميز جدا في الاوتو درو بتاعه. شوف الجهاز من جوه كده، اللمعة دي مش ليك يا جماعة، ده هو بس الريفلكت بتاع الضوء بيضرب في الحاجات اللي تحت، لكن هو مفيش ليك ولا نقطة ليكويد سربت من البود ده. ده بيتساق ازاي وده بيتساق ازاي؟ 5 ضغطات تقفل الجهازين، 5 ضغطات تقفل الجهاز ده وتفتح الجهاز ده تاني، 5 ضغطات يفتح الجهاز تاني. واحد يشتغل بالاوتو درو بس، والتاني ما ينفعش يشغل اوتو درو لوحده. المبسم زي ما انت شايفين المبسم ده عريض وتخين جدا، المبسم ده اريح بكتير في الاستخدام. يعني هو المنظر قد يبدو بسيطا وما فيهوش اي حاجة مميزة، ولكن بصراحة انا شايف ان هم ابدعوا في التصميم جدا، خصوصا الخامات اللي مستخدمة في الوينكس، حاسس ان هي بريميوم واسكته اريح بكتير من الكابرن جي بالنسبه لي في الاستخدام. طبعا في مميزات في الكابرن جي عن الوينكس كي 1، دي مش هنتكلم فيها الا لما نطلع. الوينكس فيه 3 مودات، 1 2 3 ينور ابيض، 1 2 3 ينور ازرق، 1 2 3 ينور اخضر، ده اعلى مود فيهم. كابرن جي ما فيهوش الكلام ده، كابرن جي هو مود واحد بالفاير، هو بينور هنا الانديكيتور، الانديكيتور ده بينور لك يقول لك البطاريه فيها قد ايه، لكن ما فيهوش لعب في الباور. ايه مالي بقى الوينكس؟ هنا بقى نبدا نتكلم في طريقه الملي المعقد ذهنيا. بصوا بقى طريقه الملي الوينكس كي 1، شايفين الجلده دي؟ ايوه هي الجلده دي اللي عليها سهم هنا كده، دي بتقوم رافعها بضفرك كده وتملى الليكويد. احنا طبعا هنملي ليكويد هنا وهنملي الليكويد هنا علشان ايه؟ نجرب مع بعض فوق الدنيا. بس شايفين طريقة الملي اللي اسهل منها مفيش على كالبرن جي، لكن في الوينكس العملية صعبة شويتين، والجلدة دي انا بكره حوار انك تملي بالرابر باند دي او بالرابر حاجة الرابر اللي تشيلها عشان تملي دي، الموضوع ده معاق ذهنيا بصراحة شل. ولكن بصراحة الجهاز يشفع له، اداؤه الفظيع جدا 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 في الفيبنج. انا كنت ماليهم في سي تي 50 سولت نيكوتين، كنت بجربه عليهم، ولكن انا المرة دي مش هعمل كده، انا هملي دو فيب مارلبورو، لان بصراحة انا ما فيهاش دماغ ان انا اجرب السولت نيكوتين تاني، ممكن اموت منكم. نملي كده، نحط النيدل ونقلبه بزاوية كده ونضغط، بس كده شكرا، الكارتج اتملت ليكويد، 2 مللي من الليكويد يتملوا فاسرع من الهواء. خش بقى على الجميل اللذيذ في الملي، كاليبرن جي، دخل كده النيدل ودوس يا معلم، اوب لحد ما الليكويد يطلع لك من الفتحه الثانيه، خلاص كده انت وصلت للماكسيمم يا معلم، شيل حط. اسهل من كده مفيش بصراحه بالنسبه للكاليبرن جي. الكارتج بتاعت الوينكس كي 1 ونبص عليهم كده،
شايفين يعني بسم الله الرحمن الرحيم كده، شايف هنا الليكويد مليان ازاي وشايف هنا الليكويد مليان ازاي، بس ده طبعا تحت اضاءة معينة. ولكن في الاضاءة العادية انا ما اعتقدش ان الكاليبرن جي هيبقى مريح جدا في انك تشوف الليكويد فيه قد ايه، على عكس الوينكس كي 1 وضوح وضوح الشمس بالنسبة لك الكارتج فيها ليكويد ولا لا. شفنا الجهاز، شفنا طريقة الاستخدام، تعال نطلع مع بعض نشوف ايه رأيي فيه، ايه رأيي في الوينكس كي 1 والكاليبرن جي، امتى تختار ده وامتى تختار ده، ويلا بينا نطلع. يلا بينا. كمان شفتوا العلب شكلها شيك جدا، المنظر حلو جدا. تعالوا بقى نتكلم عن المميزات والعيوب بالنسبه للكاليبرن جي والوينكس كي 1، ونبدا كالعاده بالعيوب. نبدا بعيوب الكاليبرن جي. اول عيب السنسور مش دقيق قوي في السرعات البطيئه، يعني اشتغل بس قطع كذا مرة، واظن باين على الليد من تحت ان هو بيقطع وبيرجع بيقطع وبيرجع في السرعات البطيئة، ما هوش مستقر قوي. الوينكس كي 1 من اقل سحبة بيستجيب على طول ومتزن وثابت في الوقت اللي هو مطلعه، وده شيء بصراحة عيب في الكاليبرن جي. الضجة اللي معمولة على الكاليبرن جي السنسور بتاعه احسن من كده سيكة بسيطة، هو مش وحش خالص على فكرة، يعني السنسور بتاعه احسن من بودات كتير انا جربتها، ولكن يعني كنت اتوقع ان يبقى احسن من كده سيكا في السرعات البطيئة مش اكتر. يعني تاني عيب في الكاليبرن جي الفليفر بتاعه مش احسن حاجة بالنسبة للوينكس كي 1. الوينكس كي 1 الفليفر بتاعه احسن بمراحل من الكاليبرن جي. رأيي لو انت راجل بتحب الفليفر اكتر من الثروت هيت ليك في الوينكس كي 1، الكاليبرن جي مش ليك قوي. يعني تالت عيب الماوس بيس، مش اريح حاجة. يعني الكاليبرن القديم خالص اللي هو كاليبرن 1 اصلا اللي هو نزل اسمه كاليبرن بس، كان الماوس بيس بتاعته اريح بكتير، ولكن الكاليبرن جي 2 عملوا فيه ماوس بيس اريح بكتير، ولكن ناس كتير علقت ان البود ده مش حلو وبيديك وفي مشاكل كتير جدا. احنا هنتكلم على الكاليبرن جي لانه الاكثر شعبية والاكثر طلبا بالنسبة للكاليبرن جي 2. الكاليبرن جي 2 ما حازش الشعبية المطلوبة يعني، وبيتسأل عني الكاليبرن جي اكتر من الكاليبرن جي 2، فانا قررت ان اعمل الكاليبرن جي العادي مش الجي 2. بالنسبة للجي 2 الماوس بيس مش احسن حاجه خالص. رابع عيب في الكاليبرن جي عدم وضوح نسبه الليكويد. هو طبعا معمول لك نافذه من الجنب هنا كده ان انت تشوف نسبه الليكويد اللي جوه قد ايه، ولكن انا شايفها حاجه مش واضحه قوي برضو، يعني انت محتاج اضاءه كويسه جدا او ان انت ترفع الكويل تبص فيه ليكويد قد ايه وتحط تاني. طبعا ده مش عيب قوي يعني، ولكن انا قلت اذكره لان هو يعني يعتبر عيب ان انت كل شويه مضطر انك تشيل الكارتج عشان تعرف في ليكويد قد ايه جوه الكارتج نفسها. خامس عيب، او انا مش هعتبره عيب بصراحه لان انا بالنسبه لي يعني هو مش عيب، ولكن انا هذكره برضو، يعني عدم التحكم في الوات اللي طالع. يعني انا كنت اتمنى ان يبقى فيه زي الوينكس كي 1 ان انت تضغط 3 ضغطات يطلع لك هنا باور مثلا ازرق او ابيض او اخضر، ان هو تتحكم في الوات اللي طالع. افرض الوات اللي انا طالبه حاسس ان هو عالي عليا قوي، او ان الكاليبرن مطلع وات عالي قوي، او ان انا بشرب سولت نيكوتين مثلا فمحتاج وات هادي علشان ما احسش ان الثروت هيت غبيه زياده عن اللازم. او انا بالنسبه لي يعني كنت اتمنى انه يبقى في تحكم في الوات، الضغط 3 مرات على زرار الفاير زي الوينكس كي 1. والاخير بالنسبه للكاليبرن جي سهوله الضغط على الزرار الفاير بالخطا عن طريق ان انت تحطه في جيبك مثلا او جنب الموبايل او حاجه، سهله قوي ان الكاليبرن جي يتضغط بالغلط. يعني انت مثلا لما تيجي تحطه في جيبك او تحطه جنب حاجه او هتشيله جنب حاجه، دايما خليك مهتم ان انت تقفله، علشان هو كمان في عيب ان انت ما ينفعش تقفله بسنسور بس، يعني ما ينفعش تخليه يشتغل سنسور بس، لا هو يا سنسور وزرار ما يشتغلش اصلا. طبعا ده عيب، فانا هضطر ان انا اقفله كل مره اخلص شرب منه، او ان انا اجيب حاجه اشيل حاجه جنبه او احطه في جيبي حتى، لازم اقفله 5 ضغطات عليه، لان هو سهل جدا يداس على زرار الفاير وساعتها الكويل هيتحرق فورا. خش على عيوب الوينكس كي 1. اول عيب ان انت بتغير الكارتج كامله، مما يعني ان هو هيبقى غالي سيكه عن بقيه الكويلات بتاعه الكاليبرن جي. يعني انت الكاليبرن جي لو هتغير له كويل بكذا، الوينكس كي 1 هتغير له كذا ونص، لان هو اغلى سيكه، لان هو بيتغير كارتج كامله مش الكويل لوحده. وانا كنت اتمنى ان الوينكس كان ينزله كويلات مش كارتج كامله، كان ممكن يعملوا كده مش عارف ليه. تاني عيب بالنسبه للوينكس كي 1 طريقه الملي المعاقه ذهنيا اللي انا وريتها لكم في الكلوز ابس، ان انت بتضطر ان انت تقعد تدقق وتفتح الجلده البسيطه دي اللي طالعه دي، ومش سهوله ومش سهله قوي ان انت تفتحها كمان يعني،
خصوصا ان انت محتاج ضوافر في العمليه دي، فمش سهله قوي. وبالنسبه للناس اللي خلقها ضيق ممكن يقوم رامي البود اصلا في وشك بسبب ان هو مش عارف يفتح ام الجلده دي، ولو الجلده دي اتشالت خالص ساعتها الكارتج باظت. ف يعني كنت اتمنى انها تبقى اسهل من كده شويه. قالت عيب عدم سهوله التوفر للكارتج بتاعه الوينكس كي 1. رايي ان الكويلات بتاعه الكاليبرنج دي متوفره غالبا عند اي محل فيب، اي ستور فيب انت هتخشه غالبا متوفر عنده الكويلات بتاعه الكاليبرنج دي، ولكن مش دايما هتلاقي عنده الكارتج بتاعه الوينكس كي 1. فسهوله التوفر دي برضو عيب في الوينكس كي 1، ولكن هو عيب مؤقت. ممكن بعد الوقت الوينكس كي 1 ينتشر اكتر، فبالتالي الستورز تطلب منه كارتج اكتر، فمش شرط يكون عيب. هو عيب في الوقت الحالي للفيديو، ولكن قدام ممكن ما يكونش عيب. البروز بتاعه الكاليبرن جي والوينكس كي 1، ونبدا بالكاليبرن جي. خان الكاليبرن جي اعلى بكتير من الوينكس كي 1، او مش بكتير ولكن هو اعلى من الوينكس كي 1 بشكل ملحوظ. يعني رايي ببساطه ويمكن ما يبقاش واضح قدام الكاميرا قوي، ولكن الكاليبرن جي في الدخان احسن بكتير من الوينكس كي 1. قال له كويلات ومش كارتج، فبالتالي بيبقى ارخص سعرا من ان انت تغير الكارتج على بعضها، مش زي الوينكس كي 1 بتضطر انك تغير الكارتج كامله على بعض، فده اوفر بالنسبه لك. سهوله التوفر، الكويلات بتاعت الكاليبرن جي موجوده في اغلب المحلات الفيب، الناس كلها معاها كاليبرن جي غالبا، يعني الناس كلها بتحب الكاليبرن جي حتى لو هو مش موجود مع ناس كتير، ولكن هو ليه شعبيه جامده، فبالتالي هتلاقيه في اي ستور فيب غالبا هتلاقي عنده الكويلات بتاعت الكاليبرن جي. وانا افضل الكاليبرن جي الكويلات البوينت 8، يا ريت بلاش كويلات بوينت اي حاجه تانية، الكاليبرن احسن كويل عليه البوينت 8. سهوله ملي الليكويد، كليك خلاص مليت الليكويد، خلصت اقفل خلاص مليت الليكويد في اقل من منت بدون ما يقع عليك ليكويد، وبدون ما يبقى فيه صعوبه في انك تشيل جلده والحوارات المقرفه دي. اسهل من كده مفيش، كليك املي اقفل خلاص الكارتج اتملت في اقل من منت. مفيش تسريب، مفيش تسريب نهائي سواء في الوينكس كي 1 او في الكاليبرن جي. انا طبعا هقول الحوار ده برده في الوينكس كي 1 في البروز بتاعته، ولكن هو برده في الكاليبرن جي مفيش تسريب نهائي. نخش على البروز بتاعت الوينكس كي 1. فليفر احسن من الكاليبرن جي بمراحل. فليفر من البود ده يا جماعه تضاهي تنكات ام تي ال معموله خصيصا للفليفر، وقد تتغلب عليها كمان. فليفر في بود ده بصراحه هم تغلبوا على انفسهم جدا في ان هم يعملوا الفليفر الفظيع ده دون نقطه تسريب. سنسور حساس قوي قوي قوي، اقل من سحبه كده. السنسور ده قد يكون افضل سنسور انا جربته في اي بود من يوم ما جربت الفيبنج اصلا. يعني السنسور ده بصراحة حساس قوي قوي. ما يزال برضو وضوح نسبة الليكويد، يعني انت في اي اضاءة بسيطة جدا يعني هتقدر تشوف الكارتج فيها ليكويد ولا لا، وتشرب يا معلم وانت مش قلقان ان يكون الليكويد خلص وانت مش شايف لا يعني هو واضح قدامك وضوح الشمس ان الكارتج مليانة او فاضية، انت عارف ده واضح قدامك جدا. اريح في المسكه من الكاليبرن جي، اريح كتير في المسكه من الكاليبرن جي، ارفع احسن، خامات بريميوم اكتر، وحاسس ان انت ماسك حاجه فخمه، مش حاسس ان انت ماسك حاجه تستاهل فعلا كل جنيه يتدفع فيه، لان هو فعلا يستاهل الضجه اللي معموله عليه، وقد يتغلب على كاليبرن جي من وجهه نظري. يعني مفيش تسريب برضو من الوينكس كي 1 زيه زي الكاليبرن جي. في النهايه اقدر اقول لكم ان انت لو من محبين الثروت هيت اكتر الكاليبرن جي مناسب ليك اكتر، لو انت من محبين الفليفر اكتر يبقى الوينكس كي 1 مناسب ليك اكتر. انا بالنسبه لي هختار ايه؟ انا بالنسبه لي هفضل الوينكس كي 1، رغم ان في فرق في البطاريه 90 ملي امبير، يعني ده 690 ملي امبير الكاليبرن جي، والوينكس كي 1 600 ملي امبير، وانا بصراحه افضل الوينكس كي 1 حتى بالبطاريه الاصغر، رغم ان انا مش ملاحظ فرق البطاريه البسيط ده يعني خالص. اتنين بيشحنوا تايب سي، فده معناه ان هما بيشحنوا في وقت سريع جدا. انا هفضل بصراحة الكوينكس كي 1 عن الكاليبرن جي من وجهة نظري، يعني انا بفضل الفليفر عن الثروت هيت الا في بعض الحالات. يعني هل الكاليبرن جي افضل من الوينكس كي 1 او الوينكس كي 1 افضل من الكاليبرن جي؟ لا، انا بقول لك رايي الشخصي فقط، ان الوينكس كي 1 انا افضله لنفسي، ده استخدامي الشخصي، ولكن الكاليبرن جي جهاز محترم جدا جدا جدا، وافضل من اي بود انا جربته تاني غير الوينكس كي 1. يعني ما تشيلوش من اختياراتك خالص، ما تخليش الفيديو ده ياثر عليك. الكاليبرن جي اختيار
جيد جدا، وانا شايف ان هو افضل كمان بالنسبه للناس اليوزرز، لان هو يعني سهوله توفر الكويلات دي حاجه مهمه قوي قوي قوي، لانك ممكن تاخد الجهاز وتلبسه يا مؤاخذه يعني. الكاليبرن جي اختيار موفق جدا جدا، وخليكم الاختيار المناسب ليك انت، بلاش تختار على اساسي انا او على اساس غيري، اختار المناسب ليك انت. انا قلت لك مميزات وعيوب ده ومميزات وعيوب ده، وانت اختار وحدد ايه الافضل ليك ايه المناسب ليك. وفي نفس الوقت بالنسبه للسعر اعتقد ان الاثنين متقاربين جدا جدا في السعر، فالموضوع ده مش هيعمل فارق معاك قوي يعني. اتمنى ما اكونش طولت عليكم، فيديو سريع لذيذ، مقارنه ما بين اثنين بودين من افضل البودات اللي انا شايفهم في السوق حاليا. وطبعا ده بالنسبه لوقت الفيديو، برضو ما تقارنش الفيديو ده بعد شهور من نزوله، انا بتكلم على بودين في الوقت الحالي من افضل البودات في الوقت الحالي لاصدار الفيديو المرة الالف، بقولها اهو ممكن بكرة ولا بعده تلاقي بود نزل. الفيديو للاخر المرة الثالثة مش عارف ليه، وسلام.